السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. موضوع اليوم اللي غنتكلموا عليه فيما يخص قضية الأم العازبة اللي معروفة بمولات الخمار، وغتعرفوا مجموعة من الحقائق فيما يخص هذه السيدة اللي هي أم عازبة لطفلين ولم يسبق لها أن تزوجات، ومن بعد ما تم الحكم عليها بشهر وغرامة مالية على إثر الفيديو اللي عمل ضجة كبيرة في المواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تدخل مجموعة من الجمعيات اللي تدخلوا لها في هذا الموضوع ديال هاد السيدة، واللي تبين أنها ما عندها لا أم لا أب وغير متبنية من طرف واحد جوج أزواج اللي طاعنين في السن لواحد الراجل ومراته اللي هما كبار أخوتي. فهاد السيدة اللي تكرفسوا عليها جوج المرات وعلى الإطر ديالها حملات بجوج وليدات اللي هما جوج أطفال، وحتى هذاك اللي سرب الفيديو المخل للآداب راه كيعيش في الديار الهولندية وهو متابع قضائية مبحوث عليه، يعني النهار اللي غيدخل المغرب غيتم القبض عليه أخوتي. فبعد السماع ديالو هذا الخبر قام بمحاولات كثيرة وعديدة من أجل الإفلات من هذا العقوبة، ومن كوني كان نادم على نشر هذا الفيديو اللي تسببت ليه هذه المشاكل كلها. فهو قام بالاتصال بمجموعة من الأصدقاء اللي حاولوا أنهم يتوسطوا ليه والقيام بنصب شي محامي باش يدافع عليه ريتما يخلص شي غرامة مالية مقابل عدم دخوله إلى السجن. فهذا المواطن أخوتي اللي القاطن في الديار الهولندية هو معروف، والصور ديالو راه منتشرة يعني في السوشيال ميديا، يعني راه تشوفوا إلا دخلتوا ديروا غير البحث على الجوجل في الجوجل وغتلقاو الصور ديالو واضحة وباينة. فماذا استفاد من هاد النشر هاد الفيديو؟ شنو استفاد هاد السيد من هاد الشيء كامل اللي حطم حياة هاد السيدة؟ فهو خرج على حياتها وحياة الأطفال ديالها، مني غيكبروا شنو غيشوفوا هاد الفيديو، شنو غيقولوا قدام الأم ديالهم. فهاد الشيء كامل أخوتي ربما أنه السيد نادم، ربما أنه ما فكرش في هاد اللحظة بالضبط، لانه راه السيده عندها اولادها، وحتى ان الام ملي غتكبر يعني غيبقى ديك الفيديو راسخ في اليوتيوب، ربما غيبقى يعني ما غيتحيدش وغيبقى دائما وصمه عار اللي غيخرج على حياه الابناء ديالها ملي غيكبروا ان شاء الله بحول الله. من هذا المنبر فلا بد ان تنصف هاد مولة الخمار ويتم الحكم على هاد السيد اللي مازال يعني غابر ومازال ما مبينش ومازال ما خرجش بشي تصريح ياكد او ينفي هادشي كامل. فهو يعني تفضح، فالله يمهل ولا يهمل. هاد السيد اللي قام بهذا العمل ربما انه ما شعرش، ربما انه قام الا باش يتلدد ديك الفيديو وحتى الناس المشاهدين يشوفوا هذاك الفيديو، او ربما انه نشر في ديك المواقع من اجل الربح. هادشي اللي كيتبين لنا اخوتي. وفيما يخص الضجة اللي خلقات هذه الأيام وعرفات يعني مجموعة من المفاجآت فيما يخص العرس أو الحفلة اللي قامت بها الشيخة التراكس، يعني من بعد ما كان غائب الزوج ديالها الكويتي الجنسية، وحاولت أنها تبين الفرحة لجميع المغاربة وحتى الناس الكويت اللي خارج يعني أرض الوطن. هادشي كامل خوتي جر على مجموعة من المتاعب، وتم الاعتقالها من طرف الشرطة القضائية اللي تم التحقيق معها لأنها خرقت القانون المعمول به يعني في المغرب في هاد الأيام. فسؤال المطروح، لماذا هاد الشيخة بالضبط هي اللي جاوا عندها ودخلوا عليها وشدوها واعتقلوا عليها؟ وحتى أننا كنشوفوا مؤخرا مجموعة من الأعراس كتقام في بلاد ديالنا وهما ضاربين عرض الحائط يعني هاد القوانين اللي توضعت فيما يخص الحجر الصحي وما يعني وما تقبطوش، وهذا دليل على أن هناك شيء مخفي أخوتي. هناك كذلك التدخلات يعني كتحميهم من الاعتقال. فبطبيعة الحال فالزوج ديالها اللي سمع هذا الخبر فقد قام يعني ركب
وبطبيعه الحال اخوتي الزوج ديالها من بعد ما سمع هذا الخبر المفاجئ اللي هو الاعتقال ديال الزوجه ديالو المستقبليه هرع الى المطار وبالتالي اقل الطائره الى مدينه الدار البيضاء بحيث حضر فورا من اجل انقاذ الزوجه ديالو الشيخه طراكس. وهنا وضع مبلغ مالي ضخم من اجل يعني ككفاله من اجل انقاذها من الاعتقال. وهذا الشيء كامل اخوتي اللي تسبب لها مجموعه من المشاكل النفسيه وهنا فقدات الوعي ديالها ملي جات الشرطه وحتى الام ديالها يعني راه صراحه الله يكون في العون كان هذا الشيء مفاجئ حتى ان هذا الشيء خطرك عمرها ما دخلت يعني شي مفوضه الشرطه كانت شيء مفاجئ لها وهذا الشيء اللي خلاها انها تسقط وتسخف ارضا وحتى انه بقاو كيرشوا عليها الماء باش تفيق من هول هاد الصدمه. صراحه اخوتي حنا كنطالبوا حتى السلطات تقوم يعني بالواجب على الكل يعني ما يكونش يعني هناك اختلاف ما بين هذا غني او هذا رجل سياسي او هذا مسؤول كبير. خص يعني هادشي كامل يطبق على الجميع لاننا مؤخرا كنا كنشوفوا الخرجات يعني حتى في اليوتيوب كنشوفوا فيديوهات كثيره سواء في البحر هذيك الفيديو المنشور اللي تنشر واللي يعرف واحد ضجه كبيره ومع ذلك لم يتم القبض على هاد الناس. راكم عارفين هذاك الفيديو اللي كانت حاضره فيه ديك مايا وديك المسؤول الكبير في البحر وما تمش القبض عليهم. هنا فين كنلقاو هذا التناقض. حنا كنتمنوا من الله عز وجل كما وضعوا هذا القانون ديال الحجر يعني واحترام هذا التوقيت بالضبط حتى ان الناس ثامنه ليلا ما يبقاو يعني ما يكونش تجمعات يكون مطبق على الجميع ويكون القانون فوق الجميع. فحتى اننا كنا كنظنوا ان هاد الشيخة طراكس كانت تدرك هاد القوانين الجاري بها العمل اثناء هاد الحجر الصحي واظن كذلك انها اخذت وعود من احد الاشخاص النافذين الذين يعرفونها بانها عندها الحق تعمل هاد الحفل وما يوقع لها شي حاجه بدون اي مشاكل ولكن لاجراء لها لم يكن في الحسبان وكانت لها مفاجاه يعني مفاجاه صادمه هي وحتى الناس المدعوين في هذاك الحفل. صراحه الواحد ما يبقاش يثق في شي واحد ويعطي شي ضمانه وبالاخص في هاد الفترات العصيبه لان القانون اخوتي لا يحمي المغفلين. خوتي خواتاتي إن شاء الله نلقاكم في تمام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.